درنا شكاية للسيد الوالي لأنه اختفت السيارة الجماعة. كنهضر على السيارة ديال الجماعة اللي كنشوف اليوم كضرب طرقان للدار البيضاء على الاستغلال ديال واحد الشخص اللي هو النايب الرئيس. اللي كنشوف الطوموبيل اليوم فقط في مراكش، ما عرفناش اش وقع عليها، واش تكولات، واش تحرقات، واش تكسيدانتي. واش انا اليوم درت الشكايه ديالي للولايه، درت جميع المراسلات لان كنطلب التحقيق في هذا الشيء، في هذا الشيء ديال الطوموبيل، نشوف ونعرف فين كاينه، ونشوف هذا الطوموبيل اللي كيستغلها واحد الشخص بالغرض ديالو. علاش؟ لان السياره اللي كتمشي للدار البيضاء كتمشي للمارشي كرو على حسب الغرض الشخصيه ديال واحد الشخص، لان هذا الشيء هذا راه ماشي قانون، لان السياره ديال الجماعه، السياره ديال الجماعه نوعها كاشكاي، مصور فيه جماعه خرجات لانه تقضي الغرض ديال الجماعه، لان هذا السيد اللي عندها هذا الطوموبيل ما كيقضي لا غرض ديال الجماعه، ما كيقضي حتى حاجه ديال الجماعه، لان هذا الطوموبيل خصها ياخذوا الموظفين ديال الجماعه اللي كيضرب تماره اليوم، كيجيو في التاكسيات في النقل، كيهز العدد ديال الاوراق، كيمشي لهاد الاداره وهاد الاداره. علاش هاد السيد ومازال هاد السيد هذا راه عنده جوج طوموبيلات ديالو جداد؟ علاش السيده الرئيسه عطات الطوموبيل لهاد السيد؟ اشنو هو السبب؟ واش كتخاف منه؟ علاش هاد التلاعبات يكونوا في هاد الجماعه ديالي مزار؟ داكشي علاش بغيت نعرف. الطوموبيل اللي خصها يديها يقضي بها الغرض ديال الجماعه، ماشي يديها هو يقضي ليه الغرض ديال ديال ديالو هو، يديها للدار البيضاء. راه عندنا التصاور ديال الدار البيضاء قدام المحل ديالو في حي صدري، عندنا التصاور كتهز الخضره كيديها للوتيل ديالو. علاش هاد الشيء هذا؟ واش ما كاينش القانون؟ حنا كنطلب القانون. هذه السياره ديال الجماعه هي اللي السياره ديال الجماعه هي اللي كيستغل هاد السيد هذا. هاد الطوموبيل اللي كيدي هاد السيد فين كتاخذ هاد المازوت؟ كتاخذها من المازوت ديال الجماعه. المازوت ديال الجماعه علاش نعطيها المازوت؟ ولكن دابا انا كنطلب التحقيق، كنطلب من السيد القائد دي مزار، كنطلب من السيد الوالي يدير التحقيق في هاد السياره، واش كاين، واش دخلت لاكادير ولا باقي في مراكش ولا ما نعرف. هاد الطوموبيل مازال ما عرفنا اش وقع عليها، لان هاد السيد اللي دا الطوموبيل خلاها في مراكش خصها نعرف اش وقع للطوموبيل، واش تكولات، واش تحرقات، واش تسرقات، ونعرف. لان هاد الطوموبيل اللي كيمشي من هنا للدار البيضاء وكتاكل في المازوت ديال الجماعه ديال الدوله، علاش؟ حاليا مازال ما بانت، ما عرفنا اش وقع عليها، واش تحرقات، واش تسرقات، واش تكولات، واش تكسيدانتي. دابا اليوم كنطلب السيد الوالي، السيد القايد ديال ايموزار